سؤال الذكر يتحفنا بنور العلم والفكر، بفقه بل بتفسير، بهادي الدين والذكر. سؤال الذكر ملحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. لقاؤنا اليوم لقاء مفتوح، نستقبل فيه أسئلة مختلفة جاء الكثير منها عن طريق مواقعنا على شبكة المعلومات العالمية، وننتظر المزيد منكم أيضا عبر أرقامنا التي سنذكركم بها بين الحين والآخر. ضيفنا في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، حفظكم الله ورعاكم. آمين يا رب العالمين. سماحة الشيخ، سؤال: فتاة تبلغ من العمر الآن يعني كما تقول 30 سنة، عندما كان عمرها 17 سنة تحدثها واحدة من الفتيات أن تشرب الماء وهي صائمة وقامت بالشرب، فماذا يلزمها للتكفير علما بأنها قضت عن ذلك اليوم وتصدقت بمبلغ عشوائي؟ الجواب عليها بجانب قضاء اليوم والتوبة مما وقعت فيه أن تكفر، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. السؤال الثاني يقول: امرأة إفريقية في الثمانينيات أجهضت في شبابها 3 من أولادها عمدا بسبب أن زوجها كان يضربها ولا يصرف عليها، فكانت ترى أن الحل هو أن لا يولد له ولد، علما بأنها لم تكن تعلم أن حكم الإجهاض حرام، ماذا يلزمها الآن؟ تلزمها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبجانب هذه التوبة أيضا أن تتخلص إلى الزوج أو إلى ورثته إن كان غير حي، عليها أن تتخلص من ضمان هذا الإجهاض، فإن أبرأها صاحب الحق سقط الحق عنها. نعم. إذا كان هذا الزوج يعاملها بتلك المعاملة القاسية، التحلل منه كيف يكون؟ التحلل منه على أي حال، بطريقة أو بأخرى، وهي أيضا تطالب بحقها منه، وإذا كان هو سلبها حقوقها بقدر هذا الحق الذي له، فلها أيضا أن تنتصر منه بالاستمساك بهذا الحق. هل يعتبر ما قامت به من تحملها لتلك الآلام إزاء ما يعامله به زوجها انتصارا؟ يكفي أن يكون انتصارا؟ الأمر لله. هي على كل حال الإقدام الجهاض فيه ظلم للحمل، ظلم للجنين المحمول، فعليها أن تتوب إلى الله من ذلك، وإن كان ما غمطها زوجها إياه من الحق يوازي هذا القدر الذي يكون له، فلا حرج أن تجعل هذا من الانتصار أو مما يسبب بمسألة الظفر. نعم. رقمنا الذي نستقبلكم عليه من أجل أن تشاركوا اليوم في هذه الحلقة العامة، وهي الحلقة العامة الأخيرة في شهر رمضان المبارك لهذا العام، 24943709. مرة أخرى، 24943709. سؤال آخر: فتاة تقوم بتشقير الزوائد من الحواجب بحيث تخفيها وتحددها بدون تضعيفها، هل يجوز ذلك؟ الأمر لله عز وجل، التدخل في أمر الخلقة أمر صعب، لأنه من تغيير خلق الله تعالى، وإن كان أمر التشقير أهون من لإحفاء هذه الحواجب. نعم. سماحة الشيخ، الأخ سالم البلوشي أيضا يسأل يقول: لوحظ أن بعض المساجد في صلاة التهجد في العشر الأخيرة من رمضان تطفئ الأنوار داخل المسجد ليكون الضوء ضئيلا جدا ليستطيع المصلون بحيث أن إطفاء هذه الأنوار لا يستطيع معه المصلي أن يحدد مكانه في الصف،
بحجة أن هذا العمل أدعى للخشوع، فما رأي فضيلة سماحتكم؟ لم يأتي دليل بأن صلاة التهجد يؤمر فيها بأن تكون في ظلام، هذا لم يأتي عليه دليل، وإن كانوا يرون أن هذا ربما يكون أدعى إلى الإخلاص بحيث لا يعرف الداخل أو لا يعرف المصلي من هو لئلا يظهر نفسه فيراوده الشيطان بالرياء، ربما من هذه الناحية، ولكن عليه أن يقاوم الرياء بحسب ما يكون مع الحفاظ على الصلاة بأن تكون سليمة بحيث يعرف كل واحد منهم مكانه ويعرف كيف يتصرف في صلاته. نأخذ مكالمات. الأخ محمود النعماني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ سيف؟ الحمد لله الأخ محمود، أهلا بك ومرحبا. شيخ أحمد كيف حالك؟ طيب. نحمد الله ونشكره. تفضل. سؤالي رجل كثير الحلف لكنه يريد أن يتوب عن هذه الحلف التي حلفها، فماذا يفعل؟ نعم، يحلف باستمرار. يحلف باستمرار ويريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. جيد. وإذا كان لم يعرف اسمه كم حلف حلف، فماذا عليه؟ طيب، على كل حال ستحصل على قواعد مهمة في هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. الأخ سيف العوفي. السلام عليكم شيخ سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيكم بالخير. سماحة الشيخ كيف حالك؟ نحمد الله ونشكره. كل عام وأنتم طيبين إن شاء الله. الحمد لله. الله يبارك فيك وأنت طيب. آمين إن شاء الله. سؤالي الأول، امرأة كبيرة في السن وفاقدة للعقل وهي تعيش في منزل ولدها ولا تصوم، فهل يلزمها شيء وكذلك ولدها؟ طيب. سؤال الثاني، رجل لا يشهد صلاة الجمعة ويصلي ظهر الجمعة في مسجد قريب منه ويؤم الناس في باقي الصلوات وصلاة العيد، فما حكم صلاة المأمومين خلفه وما نصيحتكم له؟ طيب. سؤالي الثالث، امرأة لم تؤدي زكاة ذهبها لمدة 10 سنوات وهي الآن تريد أن تزكي، فكيف تحتسب زكاة الذهب لتلك الفترة الزمنية؟ وهل تدفع الزكاة مرة واحدة أم تقسط المبلغ؟ نرجو الإفادة. جزاك الله خير. شكرا لكم. شكرا لك سيد. شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. أحسنت. سؤال آخر من الأخ خالد الحضرمي، وهذه الأسئلة جاءتنا عن طريق مواقعنا على الفيسبوك والتويتر. يقول الأخ خالد، زوجان كان يجمعان مبالغ لأمر معين في صندوق وتجمع لديهما مبلغ وقدره 350 ريالا تقريبا، وتوفي الزوج ولا تعلم المرأة كم أودعت من مبالغ في الصندوق، فما حكم تلك المبالغ؟ المبالغ هي للزوجين، ولكن كيف القسمة بينهما؟ هل ما دفعه أقل أو ما دفعته أقل؟ هل ما دفعه أقل أو أكثر؟ وما دفعته هي هل هو أقل أو أكثر؟ هذا أمر يعلمه الله. فإن كان المبلغ غير محدد بنصاب معين، فلذلك نحن نرى أن يكون التسامح ما بين الورثة في هذا الأمر، بحيث تعطى هي نصف المبلغ والنصف يؤول إلى الورثة باعتباره حق الزوج، وأن يكون بينهم التسامح. نعم، جزاكم الله خير. سمحت شيخ. الأخ هشام، مكالمات أخرى. الأخ هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الشيخ سيف كيف الحال؟ الحمد لله الأخ هشام، أهلا بك ومرحبا. سمحت الشيخ كيف حالكم؟ طيبين؟ نحمد الله ونشكره. جزاكم الله خير. الله يبارك. السؤال الشيخ سيف، جاء في الحديث الشريف ثلاثة أول من قطع بهم النار ومنهم عالم يقال له ما عملت في علمك، فيجيب فيرد عليك كذبت إنما عملت ليقال عالم، تعلمت ليقال عالم، فهل يدخل في هذا الحديث عالم الهندسة وعالم الطب وما شابه؟ نعم. طيب. السؤال الثاني،
نحن ندرس في إحدى الجامعات، وفي بعض المواد نقوم بإجراء بعض التجارب، وفي النهاية لابد منا يعني نسلم تقرير. نعم. وهذا التقرير يعني يعدوه تقريبا 5 أشخاص أو 4 أشخاص مجموعة. نعم. لكن أنا بظروف عملي يعني ما أشارككم في إعداد التقرير، مجرد أني في النهاية أحصل الدرجة اللي حصلوها يعني هؤلاء الأشخاص. طيب. فهل يعني في هذا الأمر شيء؟ هذه التجارب تجرى في إطار يعني عملكم الدراسي أو في أيامكم الدراسية؟ في أيامنا الدراسية يعني. أيه. هذه من ضمن المقررات المادة يعني في المختبر. نعم. حلو. طيب. لكن أنت لم تعلم مثلا الأستاذ أو الدكتور بأنك كنت مشغولا أو شيء؟ أنا حقيقة علمته يعني. وأذن لك بذلك؟ لا، سكت. هو سكت. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله. شكرا جزيلا. نأخذ مكالمة أخرى. الأخ عبد الله المالكي. السلام عليكم دكتور سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله، كيف الحال؟ طيب دكتور سيف؟ الحمد لله، نشكر الله. الله يبارك. سمعت الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف صحتكم؟ طيبين شيخي؟ نحمد الله ونشكره على كل حال. دكتور سيف، عندي سؤال. الله يبارك. تفضل تفضل الأخ عبد الله. دكتور سيف، امرأة تصلي يعني منذ بلوغها إلى الآن ما يقارب 40 سنة وهي لم تكبر تكبيرة الإحرام. سبحان الله. نعم. وعلمت بعد ذلك بأن يعني الدخول في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام. فتقول نحن هكذا تعلمنا الصلاة، علينا التكبير يكون في الركوع وفي السجود، ومش تكبيرة الإحرام. فما حكم صلواتها خلال هذه الفترة منذ بلوغها إلى الآن؟ جميل. وصيت جماعة في هذه الحالة دكتور سيف. طيب، هذا السؤال؟ هذا سؤال. نعم. طيب، مشكور لك عبد الله، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. الأخ هلال الراشدي. السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على الدوام. وعليكم السلام الأخ هلال، أهلا بك. نهنيكم سماحة الشيخ بقدوم العيد المبارك. جزاكم الله الخير كله، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ووفقنا جميعا لطاعاته، واستعملنا في مرضاته. آمين يا رب العالمين. آمين آمين. الله يبارك. سماحة الشيخ، عندي سؤال من مركز تعريف الإسلام. تفضل. عطفا على الحلقات الماضية، يأتون أناس إلى المركز بأغراض متعددة، البعض منهم لغرض معرفة الإسلام، ومنهم همهم التسلية، والبعض الآخر لأغراض يعني عندهم أغراض مغرض من خلال طرح أسئلة فيها من اللي الحادمة فيها، كمسألة النشوء والارتقاء، ومسألة تكون الكون خلال الصدفة بما يسمى بالصدفة. نعم. فكيف يمكن للداعية التصدي لها؟ وبماذا تنصحون الشباب والشابات المقبلين على السفر للدراسة خارج عمان؟ طيب. وسؤال آخر، هل هناك كتب تنصحون بقراءتها للتسلح بالمعروف في هذا الجانب؟ جميل. عندي سؤال ثالث. هناك من يدعون بأن الديانات الثلاث اللي هي النصرانية واليهودية والإسلام هي بما يسمى الديانات الإبراهيمية، ويدعون إلى توحيدها تحت مسمى بما يسمى جيهوفا ويتنس. نعم. فما هي نصيحتكم لنا، وكيف نتصدى لهذه المؤامرات؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك الأخ هلال. الأخ أرد الحضرمي أيضا يقول، شخص كان يجمع العملات المعدنية قطعة قطعة، وكان يودعها عند زوجه، ولكنه لم يخبرها أنها لها أو ليست لها، وتوفي الزوج، هل تدخل ضمن تركته؟ أما إذا كان يودعها الزوجة فهي بطبيعة الحال يعني ودائع. نعم. لا يعني أنه أهداها إياها، إلا إذا كان صرح لها بأنها هدية، أو أعطاها إياها عطية تحف بها قرائن تدل على أنها هدية، على أنها عطية منه. في هذه الحالة يؤخذ بالقرائن كما يؤخذ بالتصريح. أما إن لم تكن هناك قرائن ولم يكن هناك تصريح بأنه نقل ملكيتها من يده إلى يدها بها تكون هي المالكة لها، ففي هذه الحالة هي مجرد ودائع عندها، وعليها أن تحافظ عليها للورثة، والورثة
يقتسمونها بحسب أنصبائهم في الميراث. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ فؤاد ذياب من الدنمارك. الأخ فؤاد. نعم. السلام عليكم الأخ فؤاد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك ومرحبا. أهلا بك. تفضل الأخ فؤاد، أنت الآن معنا في البرنامج، تفضل. بحب أسأل عن رخصة الإفطار في رمضان للمسافر على الطائرة، لما تكون طائرته بدأت تطير الساعة 12 الظهر أو الساعة 1 بعد الظهر أو الساعة 9، هل يحق له أن يفطر من أول يوم أو عندما يركب الطائرة أو كيف يعني؟ طيب أنت في الدنمارك مسافر أم مقيم؟ يعني بمعنى أنك موطن. لا أنا كنت في الأردن ورجعت على الدنمارك، فلما رجعت أفطرت لأن سافرت، فكانت موعد طائرتي الساعة 12 الظهر. نعم. فيحق له الواحد يفطر لأنه ما طلعش قبل الفجر من الدار. نعم واضح الكلام، إن شاء الله تسمع الإجابة الأخ فؤاد. نعم أتسمع الإجابة إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ لا شكرا. شكرا جزيلا لك، الله يبارك فيك. الأخ محمد النعماني يقول: رجل كثير الحلف والآن يريد أن يكفر. قيل عليه أن يكفر كفارة لكل يمين، وقيل ما لم يكفر إن كفر كفارة واحدة باعتقاد أنها كفارات كفارة لما سبقها من أيمان تجزيه هذه الكفارة على هذا الرأي. فينظر في حال الرجل، فإن كان تائبا نادما والأمر عسير عليه ولا يستطيع أن يكفر هذه الكفارات الكثيرة أو يشق عليه فيؤخذ له بهذه الرخصة. نعم. نأخذ الأخ سؤال الأخ فؤاد، يقول يعني طائرته تقلع من الدنمارك، يبدو لي أنه في اتجاه الأردن راجعا، في وقت الصباح في 9 أو 11 الصباح يكون صائما، عندما يريد أن يأخذ برخصة الإفطار في السفر. نعم. كيف يكون؟ قيل من أراد أن يفطر في سفر فليبيت نية الإفطار من الليل، هذا الرأي موجود، ولكن نحن إذا نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وجدنا أن هذه الرخصة رخصة الإفطار لا تتقيد بهذا القيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وصام أصحابه حتى بلغوا الكديد، ثم أفطر وأمر أصحابه بالإفطار، أمر أصحابه بالإفطار، ليس هناك من دليل على أنه أمرهم بالليل أن يصبحوا من الغد مفطرين. نعم. ليس هنالك دليل، وإنما أمرهم بأن يتحولوا من الصيام إلى الإفطار، وعلى هذا فلا مانع بالنسبة إلى المسافر من أن يتحول من الصيام إلى الإفطار ولو لم ينوي هذا الإفطار من الليل. نعم. هنا مسألة سماحة الشيخ، الأولى وجوده في الدنمارك الآن ألا يعتبر مسافرا؟ إذا كان هو موطنه الأصلي غير الدنمارك وذهب إلى الدنمارك لا ليقيم فيها وإنما ذهب زائرا، هو في حكم المسافر. يعني قضية تبييت النية من الليل تعتبر بالنسبة له من حل على القول الأول حتى. طيب الأخذ بالرخصة في الإفطار في السفر، هل الأفضل منه المواصلة والتحمل أم يأخذ الإنسان بالرخصة ليكسب الأجر؟ ينظر ما هو يعني أسلم له أو أفضل له، من حيث هل هو يستطيع أن يتحمل مشقة الصوم ولا يكون ذلك على حساب الطاعات أو على حساب الواجبات سواء دينية أو اجتماعية، أو إن تحمل الصوم فإن ذلك سيؤدي إلى التفريط في الواجبات إما الدينية أو الاجتماعية، فإن كان هذا الأخير فالأولى له أن يفطر. نعم. والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، أما إن كان من حيث القدرة قدرته متوفرة ولا يشق عليه أن يواصل الصيام مع قيامه بالواجبات الأخرى وعدم التفريط في شيء منها، فلا حرج في ذلك أن
يواصل صيامه. الأخ سيف يقول امرأة كبيرة في السن فاقدة للعقل لا تصوم هذا الشهر ولم تصمه، هل يلزم أولياءها شيء؟ أولا الفرض لا ينتقل من شخص من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، الفرض يبقى في ذمة الشخص الذي وجب عليه، ومن ناحية أخرى ليس في ذمتها حق لأنها هي لم تكن قادرة على الصيام بفقدانها العقل، فالعقل شرط من شروط التكليف، فإن لم يتوفر العقل فلا يكون تكليف، فهي غير مكلفة بصيام ولا بغيره مع فقدانها العقل. نعم. من لا يصلي الجمعة ويصلي الظهر في المسجد ويؤم بالناس أيضا ما حكمه؟ ليس ما يفعل، وعليه أن يتقي الله تعالى وأن يلبي داعي الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. امرأة لم تؤدي الزكاة ذهبها منذ 10 سنوات ماذا يلزمها الآن؟ عليها أن تؤدي هذه الزكاة مع التوبة إلى الله من تفريطها في أدائه. الأخ هشام يتساءل عن الحديث الذي ورد في مساءلة العالم يوم القيامة، ماذا عمل فيما علم، وإذا كانت يعني إذا كان الجواب الموجه إلي أنك كنت عالما ليقال، هل هذا يشمل أيضا العلماء في مجال الهندسة والطب وغيرها من الفنون الأخرى؟ لا ريب أن الإنسان مطالب بأن يخلص عمله كله لله، فكل عمل هو في الأصل مما يتقرب به إلى الله، يؤمر الإنسان أن يحرص على خلوصه لوجه الله بحيث لا تشبه شائبة من رياء ولا غيره. أما الأعمال الدنيوية التي يعملها من أجل الدنيا وهي في الأصل أعمال دنيوية وليست أعمالا أخروية، فهذه إن عملها لغرض دنيوي فلا حرج عليه، ولكن مع ذلك إن كانت هذه الأعمال مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحيث يمكن من خلال هذا العمل أن يتقرب إلى الله، كالعمل الهندسي مثلا أو العمل الطبي يمكن من خلاله أن يتقرب إلى الله بحيث يهندس لمصلحة المسلمين ويعالج مرضى المسلمين، بل يعالج الناس جميعا من أجل مصلحته، مصلحة الشفاء التي يتطلعون إليها. ففي هذه الحالة ينبغي للإنسان أن تكون نيته خالصة لوجه الله، وإن تقاضى أجرا على ذلك من الناس إلا أنه يجعل الأساس أساس عمله الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، بحيث ينوي بهذا العمل الذي يعمله القرب من الله. وكذلك بالنسبة إلى طلب العلوم التي تيسر هذه الأعمال، فإن هذا الطلب يجب أن يكون يراعى فيه الجانب الديني، ما أن هذا العلم يمكن أن ينفع من الناحية الدينية فليتقرب به إلى الله ليكون ذلك أسعد له إن شاء الله بحول الله تعالى. يقول أيضا في سؤاله الثاني، إذا كانوا مجموعة يدرسون وكلفوا من قبل أستاذهم أن يقوموا بتجربة معينة ثم يكتبوا عنها تقريرا، هو لم يشارك زملائه لعمل كان لديه ولكن كتب اسمه في التقرير وحصل على درجة مماثلة، هل يصح له ذلك؟ أما إن كان لم يشارك فلا، إلا إذا كان شغل عن المشاركة بسبب من الأسباب ومع ذلك كان هو قادرا على المشاركة ومتهيئا لهذه المشاركة، فلا حرج أن يعطى من قبل الأستاذ هذه الدرجة مثلا. نعم. الأخ عبد الله المالكي يقول امرأة ظلت 40 سنة لا تكبر تكبيرة الإحرام ظنا منها أنه لا يلزمها ذلك. هي لا تصلي. لما كانت هكذا غير مصلية، لأن الصلاة لا يدخل فيها إلا بتكبيرة الإحرام. يبقى ماذا يلزمها الآن؟ يلزمها القضاء والتوبة. نعم. تقضي كل السنن أيضا. نعم. ولا الفرائض سمحت شيخ؟ تقضي الفرائض. نعم. أو لأن تحرص على قضاء الفرائض إن شاء الله. الأخ حمود الهنائي نأخذ مكالمة. أخ حمود.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. سؤال أخ سيف. أهلا بك الأخ حمود. تفضل. شخص كان مبرط في الصلاة. كان ماذا؟ يريد القضاء. الأخ حمود كان الصوت غير واضح. شخص كان مفرط في الصلاة. نعم. ويريد القضاء. هل يأتي بالإقامة في القضاء؟ طيب. وهل يقضي صلاة الوتر أم يكتفي بالفريضة؟ طيب. طيب إن شاء الله. شكراً أخي. شكراً لك حمود. شكراً جزيلاً لك. أم عبد العزيز. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عبد العزيز أهلا بك. أهلا بس طبعا. عندي أسئلة حبيت أسأل الشيخ. السلام طبعا. عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عند والدتي في فجر يوم 25 أو 26 بعد صلاة الفجر وهي ذاهبة إلى سريرها حصلت حاجة مثل النور أو الإضاءة في سريرها كالعين فحاولت لمس الحاجة وهي تريد تحاول تلمسها تنزل يعني من يدها فكانت الإضاءة قوية عندها شوية يعني النور كان يعني قوي فما تفسيركم لهذا سماحة الشيخ هذا في ليلة 26 وأريد تدعي لأولادي طيب. بارك الله فيهم وأصلحهم وأصلح بهم وجعلهم بررة أتقياء إن شاء الله أمين يا رب العالمين جزاك الله شكرا. ألف خير شكرا جزيلا أم عبد العزيز الله يبارك فيك الأخ محمود العامري مرهون العامري عفوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك بخير الحمد لله أحبي كيف حالك الشيخ سمعت شيخ كيف حالك نحمد الله ونشكره على كل حال أعطاك الله الصحة آمين ومد الله في عمرك الله يبارك فيك آمين تفضل لأخ مرهون عندي سؤال في بعض من الآيات تفضل قال الله تعالى في سورة الأحزاب وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن إلى آخر الآية لم يذكر العم والخال لماذا هذا سؤال واحد طيب سؤالي الثاني في سورة الزخرف وإنه لعلم للساعة هل معنى النبي عيسى طيب سؤالي الثاني بعد في آية تتردد هذه كثير في جميع السور عن الكافرين الله تعالى قال لأن قالوا لأن لم فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما كيف قالوا قبل بالتراب قبل العظام كيف الإنسان يكون طيب مشكور نأخذ مكالمة أخيرة في هذه الدفعة الأخ علي النبهاني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك كيف الحال الحمد لله الأخ علي لو سمحت عندي سؤالين يا أخي تفضل السؤال الأول يوم الأيام فطرت قبل الأذان دقيقتين تقريبا لأن كنا في المقبرة والتليفونات هذا يأذن أنا افتكرت الأذان أذن نعم. بعد ما فطرت سمعنا مأذن ما المسجد يأذن طيب السؤال الأول كانت السؤال الأول لو سمحت لما بعض الأوقات لما أكون أصلي على أساس إني مكبر قبلة الحرام أو ما كبرت نعم شكرا دكتور سيف شكرا جزيلا الله يبارك فيك شكرا يقول الأخ الراشدي في مركز التعريف بالإسلام يأتي إليهم مجموعة من الناس من أجل التعرف على الإسلام والبعض يأتي من أجل المناقشة في قضايا تتعلق بحدوث الكون تتعلق بالخلق إلى غير ذلك كيف يمكن للداعي أن يتصدى للإجابة على مثل هذه الإجابات هل تنصحونه بشيء؟ نعم الداعية لابد من أن يكون يخاطب الناس بمنطقهم كما قال رسول الله كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فاللسان لا يعني اللغة فقط أيضا الاصطلاحات المنطق الحجج البيئة لابد من أن تراعى في مخاطبة الناس ولذلك يختلف الخطاب الديني من حيث الأسلوب بين فترة وأخرى في هذا العصر عصر الاكتشاف العلمي عصر بروز ما كان خفيا على الناس من الكائنات
التي تدل على الله سبحانه وتعالى. فمن خلال هذا يمكن للداعية أن يقنع الناس بالإسلام ويبصرهم بالدين ويقيم عليهم الحجة بوجود الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم سبق إلى هذا، كم من آية في كتاب الله تعالى تدل على هذا، كم من آية فيها مخاطبة للعقول بحقائق هذا الوجود ليستبصر الإنسان في فهم هذه الكائنات وليتوصل من خلال دراستها إلى معرفة مكونها سبحانه الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما أحوج الداعية إلى أن ينظر إلى عقلية هذا المدعو أو إلى مقدار ثقافته ليخاطبه من خلال ما هو قادر على استيعابه من هذه الحقائق. وهذا يعني أن يحرص الداعية على توسيع أفقه العلمي والثقافي حتى يكون قادرا على فهم الناس وفهم قدراتهم وإقناع كل أحد بقدر فهمه بالحقائق التي يريد أن يقنعه بها. نعم. يقول أيضا ماذا تنصحون الذين يريدون أن يذهبوا إلى الدراسة في خارج السلطنة أو في خارج بلدانهم من أيضا من مناطق المسلمين؟ هؤلاء عليهم أن يتسلحوا بسلاح الإيمان، وهذا التسلح إنما يكون بالدراسة العميقة لجانب العقيدة الإسلامية. ولا يعني هذه الدراسة أن تكون دراسة تقليدية، وإنما تكون دراسة نافعة بحسب الأسلوب القرآني في إقناع الناس بالحقائق الكونية أو بما وراء هذا الكون المشاهد، ما وراء عالم الشهادة. فإذن هؤلاء لابد من أن يكونوا على علم بهذا الأمر بحيث يكونون دارسين للعقيدة دراسة تمكنهم أولا من دفع الشبه عن أنفسهم عندما ترد عليهم الشبه، حتى لا يتأثروا بالشبه الواردة عليهم. ومن ناحية أخرى مع الحوار عند الآخرين يمكنهم أن يردوا ما يأتي به الآخر من الشبه وأن يفندوا هذه الشبه وأن يبصروه بالحق ليردوه إليه. هل تحث القائمين على المركز التعريف الإسلام أن يفتحوا نوافذ لمناقشة الشباب والفتيات؟ نعم. لما أرادوا التساؤل حول هذا الموضوع؟ نعم، نحن نحثهم بأن يفتحوا المجال لمن أراد التساؤل، وأن يفتحوا الأبواب لمن أراد أن يأتي ليعب من هذا العلم، خصوصا أولئك الذين يريدون السفر إلى الخارج. هل هناك كتب معينة تنصحون بقراءتها في مثل للإجابة على مثل هذه التساؤلات؟ الكتب كثيرة. نعم. الكتب العلمية، الكتب العقدية الفكرية التي تبصر الإنسان بالله وباليوم الآخر وتعرفه بالحقائق وتظهر له الحجج. تفاسير القرآن بأسرها فيها هذا الخير إن شاء الله. إن شاء الله. سنعود إلى قضية توحيد الديانات الأخ هلال إن شاء الله، لكن بعد أن نستكمل هذه الأسئلة. الأخ محمود الهناء يقول: من كان مفرطا في الصلاة وأراد أن يقضي هل يأتي بالإقامة أيضا في وقت القضاء؟ الأصح أنه يأتي بالإقامة وإن كان في ذلك خلاف. والدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في غزوة الخندق 3 صلوات، الظهر والعصر والمغرب، لم يصلهن في أوقاتهن، وإنما صلاهن في وقت العشاء. وفي وقت العشاء أمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن فأذن، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العصر، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء. هذا دليل على أن الإقامة مشروعة في صلاة القضاء كصلاة الحضر. وماذا عن الوتر أيضا سمحت شيخ؟ الوتر يقضى، النبي صلى الله عليه وسلم قضى حتى سنة الظهر. نعم. كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. من باب الاستحباب سمحت شيخ؟ قضاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ولكن الوتر مؤكد لا ينبغي التفريط فيه. نعم. أم عبد العزيز تقول: والدتها في ليلة 26 رأت نورا عندما جاءت إلى سريرها،
في حجم العين كما تقول، حاولت لمسه لكنه لم تستطع، هل يدل على شيء معين؟ لله غيب السماوات والأرض والله يكشف لعباده من آياته ما يشاء، هذا لا يستغرب، وعسى أن تكون هذه بشارة خير لهذه الأمة، لهذه الأمة، ولعلها كانت قامت الليل وصلت وتقربت إلى الله، فأراد الله تعالى أن يكرمها بكشف ما كشفها له. الحمد لله. الأخ مرهون يقول: الآية التي أمرت المرأة أن تكشف بعضا من زينتها أمام محارمها لم يذكر الخال، لم يأمرها وإنما أباح لها أن تكشف. أباح. نعم. لكن لم يذكر العم والخال، ماذا يعني ذلك؟ هم في حكم الآباء. نعم. في حكم آبائهن. نعم. إذن يباح لها. نعم. وأيضا سؤاله الثاني يقول لعله يعني: وإنه لعلم للساعة، هل تشير إلى نزول عيسى؟ هذا قول قاله بعض الناس، بعض المفسرين، وهناك أقوال أخرى، منهم من قال القرآن نفسه هو علم للساعة لما احتواه من أخبار الساعة، ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعني، وقد بسطت الكلام في هذا في بعض الفتاوى، كما بسطت القول أكثر من ذلك في كتاب برهان الحق الجزء الثامن. نعم. الآيات التي يتقدم فيها التراب على العظام عندما قالوا كنا ترابا وعظاما، العظام تختلط بالتراب لأن الخلايا تتحول إلى ذرات ترابية شيئا فشيئا. نعم. فكون عظما وكون ترابا يكون في وقت واحد. نعم. يعني لا ينافي أن تبقى بقايا من العظام مع وجود التراب. نعم. الأخ علي النبهاني يقول: أفطر قبل الأذان بدقيقتين عندما سمع أذانا من بعض الهواتف، هل يؤثر؟ إن كانت الشمس غربت فغروب الشمس كاف في إباحة الإفطار للصائم. أحيانا يقول يوسوس، هل كبر تكبيرة الإحرام أم لم يكبر؟ بماذا تنصحونه؟ أما إذا كان شاكا في تكبيرة الإحرام فعليه أن يأتي بالتكبيرة، لأنه لا يتحقق الدخول في الصلاة إلا بالإحرام. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على هذا العطاء في هذه الحلقة التي تناولنا فيها مجموعة كبيرة من الأسئلة. أعزائنا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، شكرا لكم سماحة الشيخ. شكرا لكم أعزائنا الكرام، وغدا بحول الله تعالى سنتناول حلقة خاصة عن زكاة الفطر وعن محافظة المسلم على القيم الإيمانية والأخلاقية بعد رمضان. ستكون الحلقة بحول الله تعالى، نستقبل فيها المكالمات والمشاركات عبر الوسم الذي سنطلقه في شبكة المعلومات العالمية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفقه بل